قدر ثبت مصان. الإبداع للقمة عبور وبعض العرب تطيح محد شالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي بروية أمسي عليكم وأصبح عليكم في برنامجكم عابر، جمهور عابر مع النجوم الغالين والرائعين اللي تميزوا في الأيام الماضية، كانوا خلاصة قناة الواقع من السوق، الفرصة، كاريزما والبزنس، تركوا أثر ولا زالوا يمشون ويحطون لهم أثر. هذول هم نجوم قناة الواقع اللي يقتدى فيهم، فشكرا لهم وشكرا لمن رباهم. يا مرحبا يا شباب ونعم فيكم، الله يعطيكم العافية. أول شيء شيكوا على المايكات كلها مفتوحة عشان ما يجي خصم عليك، مضبط الأمور كلها يا حبيبي. تقاطع أصوات ما فيه، شوف الفرصة دائما حريصين على نقاطنا. إيه تذكر أنت موضوع الله يعينك، حراسة حتى البزنس. نبدأ بسؤال الأول للجمهور. شو يقول السؤال الأول؟ أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ طبعاً شاركونا على هاشتاغ عابر 14، شاركوا. خلنا نأخذ زفة على الشباب الآن، نشوف. عليكم السلام، الصوت الجميل. الاختيارات بنأخذها من الشباب الآن عند كم كمي. الخيار الأول، أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان يا كم كمي؟ سلام هلا. البقى. والله يا علي لو اني شاعر اقول قصيده يا حبيبي، اقولك معلقه بعد وانا ادوب الى من طيب راسك، استريحوا. يقول الاجابه للسؤال الاول عندي الانف. الانف؟ الانف الانف، ما ادري، نبي نشوف عند زايد. مرحبا يا ركان. زايد ايش تقول؟ احنا نقول ابو عبد الله انها عند في الاذن، يشم اذنه. الاذن احد يشم اذنه؟ ما احنا نقول كذا عاد، هي ترى بس ما ادري، ممكن يجوز. ولا بصر كلمات عطره تشمها بسنه. هذا هذا الشاعر، شوف شوف كيف يلامس ال افتح مايك يا كان. وانا بسمع وحدي. قرب شوي، بعض السوالف ما تؤخذ بالسمع، تؤخذ بالحضور. يا سلام يا سلام يا سلام، حسبي الله عليك يا ركان، استفزني. حبيبي العمر اللسان. هل عشان الثعبان مشقوق لسانه مع النص يعني كذا ولا؟ نعم. ممكن ممكن برضه، خل الجمهور يشاركنا عبر 14. شباب افتحوا مايكاتكم. عيد كلمتي؟ لا ما يحتاج، لانك انت جميل بالنظاره الجديده. لك جدا رايق، بس شوف هذه النظاره، هذه طبعا لا تقول لي حقت مسفر، ترى كلكم قاطين بنظاره مسفر. من اخي مسفر، انا ما اخذها منه عشان اشوف بعض النوايا. يا سلام، بعض النوايا، بعض النوايا مشكوك فيها، فابي اتاكد منها. اوف، اذا هذا تصريح من ركان بملهي ان بعض نوايا المتسابقين مشكوك فيها، ومن خلال برنامج والله. شوف هذا عندكم انتم، لكن اذا تسمح لي عشان ما نطولها وهي قصيره، بس انا اللي اقول لاخوي عادل، بس انا لي لسان واعرف اتكلم يا عادل. هذا كلامك، فلا لا ما تفسر كلامي على كيف ابو ملهي طالب. طيب خلنا نرجع لموضوع النوايا بعد الاتصال هذا. الاتصال اللي معنا مين؟ دلال. مرحبا يا دلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلال من وين تكلمينا؟ من الخرمه. من وين؟ الخرمه. من الخرمه. من الخرمه، يا مرحبا بأهل الخرمه. معي فريق يا دلال. الموج 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 الموج، فريق المميزين الموج دائما. السؤال يا دلال يقول كم عدد فقرات عنق الزرافة؟ زرافة عنقها طويل، كم عدد فقراتها؟ ناخذ من عند من عند علي. تفضل يا تفضل يا وليد قشران. طيب الجواب رقم 7، وانا اشوف ان راكان بالرميثة عنده جواب الصح. راكان بالرميثة برميثة. ركان برميثة. انها 10. والله العظيم 10. ها احنا عندنا 8، ولكن احنا نقول العشرة زين. العشرة زين، انت عندك 8 يعني انت ليش قلت 10؟ لان العشرة مثل العشرة دائما مساوي 10 والله شوف هي قالت 10 دلال، 10 نثبت على 10 يا دلال. ها ايه عندي مدار. ها نبي ناخذ محمد الزعيزعي، ايش تقول يا محمد؟ لان رقبتها مثل رقبته. هو طويل دائما بالعلوم الغانمه عادل. 10 10 10 ثواني. ها 10 7 7 10 تقول 10 قالت 7. ها 10 7 ها 10 وش الصح يا 10 ها الصح وش 10 10 10 10 10 وش نقول؟
صح 10. طيب يا دلال، اول شيء مبروك، انت دخلتي معنا على السحب على السياره. فريق الموج خسر النقاط، اعتذر منكم، الجواب كان 7. صحيح، خسرت النقاط، لكن دلال دخلت معنا على سحب السياره. محمد كيف خلاص هي دخلت السحب، ما لكم دخل. عموما المتصله دخلت معنا على السحب، بس في تنويه نحب نوه لكم. السياره كل اسبوع راح يسحب سياره. اللي ما فاز في الاسبوع الاول من المتصلين اتصلت ودخلت معنا على السحب، ما فزت، ما راح تحرق الاسماء، راح تكمل معنا الاسبوع اللي بعده، قد يحالفك الحظ في الاسبوع اللي بعده. ما حالفك الحظ في الاسبوع الثالث، ما حالفك على النهائي، فمعناته المتصل معنا من اول يوم الى اخر يوم داخل معنا في السحب على جميع السيارات، الا الفايز لما يفوز بيطلع من السحب. عند الجمهور الان ياخذ الجائزه المقدمه اللي هي السحبات هذه. هو الان المتصل دخل معنا على السحب، لكن الفريق ما فاز بالنقاط. الجائزه اليوميه نقاط فايز، كل المتصلين فايزين. يعني كلهم فايزين، كلهم جايزين. موج خسران، موج ما اخذ نقاط حبيبي. ناخذ اتصال ثاني اذا جاهز يا شباب. سبحان الله يا عاد. معنا مرام. المخترح طبق يا المرام. هنا المنافسه صارت حلوه. مرام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرام من وين؟ من الجنوب. يا مرحبا مرام. معي فريق؟ مع وليد الزهراني خط النار. مع وليد قشران خط النار. طيب على ما يطلع السؤال على الشاشه خلونا ناخذ. طبعا وليد قشران ما شاء الله الفريق اللي معه اصواتهم كلهم جميله، بس ناخذ عليه كمكمي، ناخذ منه صوت. عطنا صوت عليه كمكمي. علي بطل والله. ابشر بي. تفضل. ابشر بي. اسلم يا علي. صوت ها هزيج. عطنا شيله. شيله اي 4 قدام واثنين ورا. يلا ترى ما معنا الليل كله يعني. لا 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 سلك ورادي. يا سلام. ليت بيني وبين حبيبي سلك ورادي حتى نسلم من المرسول يوم كل اندرابه. يا سلام. متفوزين معنا لا تشيلنا. خط النار. السؤال يقول، اعطونا السؤال على الشاشه يا شباب. يلا جاوب. من اول من سمى القران الكريم بالمصحف؟ ابو بكر رضي الله عنه. خط النار يقولون ابو بكر. انا اقول عثمان بن عفان. نعم عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. عادل بن هيف وفريقه. علي بن ابي طالب. احنا نقول خلي اسمع ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لا 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 ما هم انتم كل واحد تعطون جواب من عندكم. انا اقول انا اقول بسرعه خشي جوجل. لا ما في جوجل. تاخذ الاجابات منكم. ها خلي الجواب وين؟ عثمان. عثمان. ايه عثمان جواب نهائي. ايوه اخذك يعني تحاولين تشوفين والله الشباب وش يقولون. نفس المتصل الاولى ما قلت حاول. ما قلت حاول. ما قلنا حاولي. عادي عادي. طيب خلينا نسال يمكن بتغير. عادي غيري. طيب ها بتثبتين ولا بتغيرين؟ لا ثبت ثبت. دقيقه. ها ما في. ما يمدي. 7 5 4 3 ها انتهى الوقت. قالت عثمان. قالت علي. قالت علي. ايوه بس برضو الاجابه خاطئه. عثمان اول من جمع المصحف. بس ما اول من سمى المصحف القران الكريم بالمصحف هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. شفت علي. نعم. اسمح لي الحين اخر مكالمه قالت ابو بكر عرفني. انت سمعتها؟ بس احنا نقولها مبروك لان دخلت معنا على الجائزه. بس احنا نبي مبروك بعدنا. انتم لا ما تستاهل. طبعا عشان بس ننوه الجائزه. الجائزه يا شباب من متجر الرعاه اللي معنا. شباب في الكنترول الجائزة الأولى. الجائزة الأولى. إذا فازت، لكن احنا قلنا إنه كل متصل بيدخل معنا بجائزة فايز. صح ولا لا؟ تمام. فالمتصلة الأولى فازت معنا من متجر زماني الحلويات، والمتصلة الثانية فازت معنا من تطبيق ASZ الرياضي. وناخذ اتصال ثالث. ودخلوا السحب على السياره كلها. يعني احنا بس علي اهنيكم على التعديل بالفقره. ها كذا صح والله العظيم. عادي التعديل بالفقره كذا صح. عادي تمام. تفضل علي كالثمين. طيب بسالك سؤال. تفضل. الحين في حال انها جاوبت
اي خلاص خلاص صح صح تختار الفريق يعني تختار مثلا خط النار تروح تحمست شوي هاي الدوسري السلام عليكم خرج عليكم السلام من وين يا هيا؟ من الافلاج من الافلاج يا مرحبا هيا مع اي فريق؟ مع الاعصار مع الاعصار كفو طبعا احنا في بعض الشباب غايبين ثلاثة من الشباب نسد عنهم نسد عنهم كفو واحد واحد اللي غايب عندنا بس كحيلان بس واحد وهنا اثنين محمد الزعيزي راح يبدل ملابسه تمام طيب يلا السؤال يا شباب جاهز؟ فريق الاعصار لا جمعة اثنين دولي توقعون تاخذون نقاط ولا؟ باذن الله عطنا سؤال على الشاشة ما أقرب اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية؟ ما واضح السؤال واضح السؤال ما أقرب اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية؟ فريق خط النار وش تقولون؟ الجرمانية 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 حنا نقول الإعصار الألبانية ولكن خلها تتأكد من نفسها أحسن. الألبانية إيه الأخوة هنا في الموج حنا نقول المالطية وأنا بالنسبة لي أنا عندي لغة جرمانية وهي الأقرب العربية على فكرة تمام لا لا غير طيب وش تقولين يا تأكدي تأكدي تهيا عياد حلو جوجل الألبانية الألبانية فقرة حلو ها ثبت السؤال ولا ثبت الإجابة ولا نغير ولا باقي 11 ثانية 10 ثواني الألبانية ها لا خلا خلا تغير المالطية 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 آخر آخر لا نفسك ثبتي يلا انتهى الوقت المالطية المالطية وإجابتك صحيحة للأسف صحيحة الله جينا نرسم الابتسامة نضحك بوجه الزمان طبعا تركتنكمها عندك شيء؟ تفضل يا علي كيف تقول جائزة بس بتذكرها بذكرها لا اذكرها بتكلم طيب هي فازت معنا بجائزة من متجر شميم للعطور فشكرا لشريك النجاح شميم والنقاط راحت الأول فريق يفوز معنا صار لا فريق نبي نشوف عاد تكملون ولا تصدرين ترى بس عاد يعني الأخوة في الكنترول ما قصروا نعطيكم 60 ثانية يعني وقت ممديه يدخل جوجل ويبحث طيب هل في اتصال قبل الاتصال سمي علي تفضل طبعا ما حسبت على الله ألقى واحد من الفرصة فضل تفضل تفضل براحتك طيب الحين إذا اختارت فريق خلوا الفريق هو اللي يتحكم هو اللي يقول لا تختاري انا اختاري فلان اختار لا تدخل كذا والله صح اقترح صح خل الفريق اللي تختاره مثلا يقول الجواب عنده النار الموج الاعصار يقول خليك مع الموج هو اللي يتحدث لا 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 انت عطني الجواب اللي عندك في الورقه بس ما اجي اقول خليك معي خله هو اللي وجه انتم جاوبوا وخله نشوف يلا صح صح علي معك يا رغد اي خلاص تم بيننا هذا بيننا ها يا مرحبا يا رغد من وين تكلمينا من ابها من ابها يا مرحبا بهل ابها رغد مع اي فريق الموج الموج جميل سؤالك اعطوني اياه على الشاشه يا شباب السؤال يقول ما هي الدوله التي كانت تسمى ساحل الذهب ساحل الذهب احنا نقول الجواب موريتانيا هنا الشباب يقولون موريتانيا الإعصار وش يقولون؟ احنا نقول غانا غانا نقول الصومال يا سلام وخليك مع جوجل الصومال غانا وين؟ غانا صح غانا وش صار على اختيار الموج؟ غانا جواب نهائي الموج ما قال الصومال عيال احنا اتفقنا اللي عنده مجموعة خلاص طبعا العلاقة بين الثلاث دول هذه كلها وين؟ افريقيا افريقيا غانا جواب نهائي جواب نهائي جواب نهائي جواب نهائي نقول على موريتانيا ها موريتانيا تقول موريتانيا تقول موريتانيا موريتانيا ولا غانا لا موريتانيا عاد تقول موريتانيا وتقول شوف جوجل وش قال ها انتهى الوقت موريتانيا 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 شباب اعطوني التنبيه اذا انتهى الوقت موريتانيا واقول لك جوابك صحيح صح غلط ما اخذت النقاط
وفزتي معنا فزتي معنا من مجمع كيان الطبي. رجع خاتمة جائزة من مجمع كيان الطبي. ها شباب كيف شعوركم بعد العكس؟ بس اختراع علي يصير داخلي بيننا. لو قالوا مجموعة العصار يعطون الشباب جواب وحنا نعطي جواب، وهنا هم اللي يقنعونهم بالجواب. ما انت ما انت داخل انتم عشان ما تبي تدخل بيننا. نعم انا قلت لكم لا شوف يا شباب عشان ما يكون طيب اوكي عشان ما يكون في تقاطع اصوات. الان احنا بنسحب الفائز من الجمهور. دقيقة خلينا نسحب اللي فاز معنا الجمهور عشان ما يكون في تقاطع اصوات. انتم خذوا 5 ثواني تكلموا عن اجابتكم واشروا لها، والاخوه هنا 5 ثواني هنا 5 ثواني وبعدين المخرج يتنقل بينكم. خلاص بيننا هذا بيننا عيال بيننا 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 خلاص بيننا بيننا. طيب نسحب الان الفايز في الهاشتاج. اللهم اجعله من خط النار يا رب العالمين. تعال تخوف صدقني كذا يجي ما في تقاطع اصوات. يا عصر تويتر عصر والله عصر والله الصبح اليوم بالوتيل ما عليه شاهي. توقعون من اللي فايز يا شباب؟ هنا يا ابو عبد الله. لا صار والله نقاط كثيرة والله بالعادة حنا ترى نسوي سكيب الموضوع النقاط لكن برضو الجواب كان خاطئ. خلنا نغير ندور غير العصار. خط النار والجواب أيضا صحيح. اللسان مبروك. إيه خط النار الفائزة الفائزة فازت معنا متجر القمة العود والزعفران شريك النجاح الريم الريم. نعطي سؤال ثاني أيضا للجمهور يا شباب. ها لا سؤال الجمهور يقول من هو الخليفة الذي أمر ببناء الجامع الأموي بدمشق؟ أنا أقول الوليد بن عبد الملك. خط النار يقول وليد بن عبد الملك. بن عبد الملك. الإعصار معاوية بن يزيد. مروان بن الحكم. مروان ابن الحكم. ابن الحكم. طيب خلهم يشاركون معنا في الهاشتاج معهم مساحة يدورون في جوجل لكن الدقيقة هذه صارت ما تكفي شكلها أنهم يبحثون في جوجل. ناخذ اتصال. سمرة من وين يا سمرة؟ ألو. ألو مرحبا. يا هلا. من وين يا سمرة؟ من الرياض. من الرياض يا مرحبا يا سمرة. مع أي فريق؟ فريق ركان العصار. العصار والله اليوم العصار شكله اتصالين اتصالين بس احنا جاوبنا كلها خطا. اي بس هم جاوبوا صح يعني. اي استهلوا. طيب سمرة سؤالك جاهز؟ اعطونا سؤال على الشاشة يا شباب. سمرة مو قمرة. تمرة؟ سمرة سمرة لو سين سين سمرة ايه تمام. السؤال يقول ما هي اسرع النباتات نموا؟ انا اقول خشي جوجل وانا الخيار اللي عندي الخيزران ولست متاكد. جميل الخيزران. الخيزران صح. باقي اسمع الجوابات خلاص. طيب ايش تقولون اذا صح المفروض دبل نقاط لان اختصرت الوقت. 500 اختصرت صح لان السؤال طالع عندها على الشاشه يعني اختصرت الوقت. ها الجواب الخيزران تقول بس كملوا نهائي. الخيزران او قصب السكر. لا ما في او هو الخيزران الياسمين الاوركيد. الخيزران. ها جوجليها جوجليها. كمل الجواب اللي عندك وشو فهد. الخيزران جواب نهائي. احنا عندنا الاوركيد ونقول لا تجينا. باقي 8 ثواني. الخيزران ولا تسالكم الخيزران. ها اسالكم جوجل عندك جوجل خيارات احنا والله ربنا بس طيب ساعدوه انتم عنده انتهى الوقت. عموما 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 انتهى الوقت انتهى الوقت وهي اختارت الخيزران فانا شكرا لك. اسف والله اجابه صحيحه تستاهل. جميل المتصله طبعا دخلت معنا على سحب على السياره وايضا المتصلة دخلت معنا على سحب السيارة وفازت معنا من متجر سرة للبهارات. ناخذ اتصال ثاني إذا جاهز. شباب شباب تفاعلوا مع المتصلين أعطونا جوابات يعني حتى لو جاوب ممكن يكون جوابه خطأ. هي القطة اللي جابه وسكتت على طول يعني ثبتت. محمد أحمد يا مرحبا يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا هلا وسهلا، من وين يا محمد؟ محايل عسير. محايل عسير، يا مرحبا بهالعسير. مع اي فريق يا محمد؟ وليد. حبيبي يا ابو وليد ونعم. ابو حميد خط النار بديت اخ. طيب سمعونا شيء. خط النار خط النار خط النار خط النار خط النار ايوه خط النار خط النار. محمد ذكرني ما عاد انزل محايل. ها ابشر بحنيد يا محمد. ذكرني ما عاد انزل محايل عشان تعرف تختاره لي. طيب اعطونا السؤال على الشاشه. ما هي السورة التي نزلت كاملة في القرآن الكريم يا محمد؟ خط النار، وش عندكم جواب؟ أنا والله ما أعرف الإجابة لكن بقول كهف، الخيار اللي عندي. شكرا لك يا أحمد العوض. خط السورة خط النار الكهف. الكهف ماني متأكد. الكهف الإعصار. لا لا إيش أنت؟ هم قالوا الكهف، إيش تقولون؟ المدثر. المدثر. الموج. مريم. مريم. قولها يا محمد. ايش تقول يا محمد؟ معك وقت. بلا دور. ايوه. ايش تقول يا محمد؟ وليد. باقي يقول مع وليد، يقول السؤال. مع وليد. السؤال لكن الجواب وشو؟ مع وليد، مع وليد، بنزل بحاول. ما هي السورة التي نزلت كاملة في القرآن الكريم؟ باقي معك 10 ثواني. مريم، الكهف، المدثر. 5 ثواني. ها ثانية. قال الكهف. ايوه كنترول قال الكهف. هو ها جميل جميل جميل. لا لا قال الكهف هو. تمام حلو. فهو كان معكم خط النار وانت ما راح تنزل من حي العسير. خلاص خلاص. فانا انصحك ايضا انك ترجع في كلامك، لازم تنزل. قولها كمل. جوابك خطا. الله يبارك فيك. المدثر. بنزل بنزل بنزل. تنزل بنزل. احنا بس خفنا عليك والله. والله كل اجازه هناك. معنا اتصال جاهز الان. اعطونا اياه شباب. مرحبا يا منيره، من وين؟ منيره من الباحه. منيره من الباحه. يا منيره مع اي فريق؟ مع فريق فهد المطيري. شف فهد المطيري. الباحة يا عشقنا الأول يا روح غامض وزهراني. الباحة يا عشقنا الأول يا روح غامض وزهراني. كنت أحسبها الوليد. وقد عندي سوا هذا جزاء لعب عليهم. قال أنا فهد الزهراني. طيب السؤال يقول، أعطونا السؤال على الشاشة يا شباب. ما هي أكثر الدول التي يحدث فيها الزلزال؟ نشوف الموج وش يقولون. وش الجواب يا الموج؟ الموج نقول تركيا. تركيا. الإعصار. الموج عندنا اليابان، بس إن ودنكم تروحون اليابان. طبعا هم اخترعوا تقنية، بس خلينا نشوف الجواب اللي عند على الخطيب. وليد تفضل يا وليد. أحمد. اندونوسيا. اندونوسيا. خليك معنا. صح صح. خليك معنا. عندهم عندهم. اندونوسيا. عيد الخيارات. اندونوسيا. اليابان. اندونيسيا. ما راح تقبل منكم، خلوها منا. احنا نقنع. ليه؟ باقي عندك 20 ثانية. احمد تركيا. تغلطون. اندونيسيا. اندونيسيا. اندونوسيا. اندونوسيا. جواب نهائي. اندونوسيا تقول. اندونوسيا. ان شاء الله. وش قالوا؟ ان شاء الله. ثبتي ثبتي جواب. اندونيسيا. اندونوسيا. لا اندونيسيا ولا اندونيسيا؟ اندونيسيا. ايش رايكم انتم؟ اندونيسيا. اي اندونيسيا. 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 طيب وانتهت هي، ثبتت على اندونيسيا لكن صراحه جاوبت. هي جاوبت اندونيسيا. قالت اندونيسيا. طيب صح؟ لا مو بصح. الجواب اللي عندك ايش مكتوب؟ مكتوب عندي اليابان. طيب خلاص اليابان هي معروف انها زلازل. اندونيسيا اخترعوا حتى تقنيه جديده لموضوع الهزات. الياء. ها شوف الرجال ذا مراجع زين. طيب يعني خطا؟ لا صحيح. كل فرحه من مرجان. جيت من الشريط تسمع.
ما راح تختار إجابة. طيب المتصلة دخلت معنا على سحب على السيارة وفازت معنا من تطبيق ASZ الرياضي. طبعا ASZ الرياضي للجميل والرائع الكابتن عبد الله الزهراني. عبد الله الزهراني أحد الأبطال السعوديين اللي شارك في مونديال إيطاليا وفاز ببطولة عندهم حقت بناء الأجسام، فكان أصغر شاب سعودي شارك هناك. عموما فازت معنا بالمتجر هذا. وبجي فهد بن فارع عنده مداخلة قبل الاتصال. عندي اعتراض. تفضل. اعتراضي على شو اسمه؟ اعتراضي على أحمد زيد. يعني الرجال قبل يومين طاح على ظهره. أشغلني في نفسي. أنت أجرمت يا فهد فارع حقنا. أشغلني في نفسي. فهد. أنت أجرمت بزملائك حقين البزنس. ترى عادلين مشاركين. واستلحقت حقين عابر. مشاركنا عادلين. مشاركنا. من اليوم هو يجلد فينا إلى متى؟ إلى متى يعني؟ حقه 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 صاحب الصوت الجميل. قبل ما نروح الاتصال أنا مضطر إني أسمع. احترم المقدمة أستاذ. يا شباب عاد كذا. مهنية شوي. فهد فارع أثر على مجموعته كاملة. الله يسعدك. لا بس من الريالتي وإنه مرتاحين لك كمقدم وكذا. طيب أنا أيد اللي يخصم على فهد فارع وزايد بن سابر كل واحد. نقاط تضر فريقه بعد. يلا شكرا لكم. المتصلة تفضل معي. كم خصم؟ هيفا. مرحبا يا هيفا، من وين؟ الرياض. من الرياض. هيفا معي فريق؟ ايوه. الموج. لا لا تبع وليد. تبع وليد خط النار. ايه يا سلام تبع خط النار. طيب السؤال اعطوني على الشاشه يا شباب. الموج. لا لا اعطوني السؤال على الشاشه. الموج. لا السؤال يقول بلاد ما بين النهرين اسم لدوله عربيه فما هي؟ احنا بالنسبه لنا نقول ما ندري. خط النار. ها احنا بالنسبه لنا نقول وما ندري. ما ندري. الاردن. الاردن ولا لا؟ الاردن. الاردن برضو فيها انهار. نعم فيها انهار لكن انا اقول العراق. الاعصار. العراق. العراق. نقول العراق. سلام عليك. طيب طيب العيال صار على خيراتهم. طيب وش وضع لبنان؟ اصلا ما اختارت ما تبغاها. ها لبنان. هي انت قلت لها الموج قالت لا. يوم قالت لها خيرات يعني عشان كذا حتى اختيار. طيب نثبت على العراق. اي ثبت. ايه ما بين ثبت. انا بنمشي مكة. ثبت يا مثل العلاء. بتروح مكة؟ ايوه ما شاء الله. ثبت عطنا 300 خلنا نمشي. خلنا نشوف ثبتت ولا لا. ثبتت يا ابن العلاء. ها وثبت يا مثبت. يلا 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 ثبت على العراق. ثبت مبروك. ثبت يا مثبت. ثبت يا مثبت. اه يا لا لا. تمام اذا نقول الف مبروك لها. فازت معنا من متجر. يا سلام يا شباب. والشباب هنا اخذوا برويه 300 نقطة حبيبي. دعت الله يا سفرة. الله الله. مو معنا بنمشي بنروح مكة. انتم عندكم مهمة ان شاء الله بحول الله وقوته. ندعي لكم كلكم الا واحد ما بدعي له في بالي مالك دخل. فهمت؟ أقول الله يسهل أمورك. دعنا العصار. دعنا العصار يا فهد. أتمنى توجه القبلة يا أبو فريقي. فريق انتبع على فريق العصار. اتصالات قلب وقلب معكم. يلا بالتوفيق أبو حبيبي. شباب شباب اجلسوا لي مو برايح. طبعا المتصلة فازت معنا من متجر شميم للعطور. شكرا لهم. وين رايح الزعيز عبيك بسالفة أنا؟ يلا يا شباب زايد عطني الشيله على السريع. بس افتح مايكك. ما نحفظها. الله الله. خبروه اني على وصله حييت وانت فارقنا ترى موتي دنا لي حبيبني ومروح ما ساليت يا هلا الله تو ما ذقت العنها مسكين. صح صوتك. معنا اتصال.
شكرا لك يا زايد. معنا اتصال يا شباب. ريان تريان مرحبا. هلا والله. يا مرحبا. يا الله يحييك. من وين تكلمنا؟ من الدوادمي. يا مرحبا بأهل الدوادمي. مع من؟ ريان ولا؟ مع عبد الله الروقي. عبد الله الروقي خط النار ونعم. سؤالك جاهز؟ اعطونا السؤال يا شباب على الشاشة. اللي بارح وين؟ بارح ما نسي. ما هو الطائر أو ما هو الطير التي تطحن بمعدتها الحجارة؟ شو يقول فريق النار؟ أقول الصقر. الصقر والله كلهم ونعم. الإعصار خش جوجل بسرعة. نقول النسر. النسر الصقر النسر كلهم جوارح. الموج زعزعي حر. تكلم النعامة. النعامة شو يقول لك؟ حر يقول لك نعامة صح. متأكد يا ريان؟ طيب 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 ريان هذا جواب نهائي ولا؟ ايه نهائي نهائي. تستاهل دخلت معنا بجائزة والفريق خط النار يستاهل. الجائزة يا ريان خط النار هنا القمة. خط النار خط النار. سلام فزت معنا من القمة للزعفران للعود والزعفران. شكرا لشريك النجاح القمة وشكرا لك. والشباب هنا حصلوا على 300 نقطة يستاهلون. استاهل الطيب. بس في غيركم ما حصل على نقاط ترى إلى الآن. مساكين أصلا ما حد حتى اختاره. طيب معنا اتصال ولا؟ طيب معنا أشواق. مرحبا يا أشواق من وين؟ من الرياض. يا مرحبا بأهل الرياض. أشواق مع فريق من؟ مستر بن الريحة. مع فريق مستر بن الميطة. خط النار. خط النار يا مرحبا. خط النار اعتبروني مسفر. استاهل مسفر. اعطونا السؤال. سؤال جاهز الشباب. يقول لك ما هو الاصبع الاصغر عند الانسان؟ ناخذ الموج يقولون جواب. وش الجواب اللي عندكم يا الموج؟ الخنصر. الخنصر. وين الخنصر ذا؟ الخنصر. هذا خنصر. طيب احنا نقول عندنا السبابه لكن ما الاجابه الخنصر. الخنصر الاجابه جواب نهائي. الاجابه اللي عندي السبابه بس انا اشوف انها الخنصر. اشوف متاكد انها الخنصر. الخنصر جميل. نقول جوابك صحيح. الابهام الربع. يستاهلون خط النار. يستاهلون. دخلتي معنا سحب على السياره. فزتي معنا بجائزة من مجمع كيان الطبي. شكرا لهم شريك النجاح مجمع كيان الطبي. ودخلتي معنا أيضا السحب على السيارة. طيب شباب أنا بسوي لكم نداء. أنتم للجمهور والجمهور نداء بعد. بس وش النداء؟ وشو؟ السلام. نداء ربي سبحانه. ربي ما شاء الله عليك. أنا يعجبني بعادل إنه لماح. شباب أعطوني كاشات الوقف على الشاشة. أول شيء خلونا نتكلم. حنا لها الحمد في الشهر الفضيل شهر أعمال خيرات والواحد يستزيد فيه من عمل الخير. شفت مبادراتكم وحديثكم كان كله شيق ويلامس الروح فشكرا لكم. عندنا وقف جمعية البر بالمويه وقف سموه أم الأوقاف. الأم ما جت في شيء إلا زانته. ما تجي الأم في شيء إلا تجمله وتزينه. وقفهم اسمه أم الأوقاف عبارة عن وقف يرعى سبع أبناء سبع أوقاف تحته. سبع أوقاف يعني هالوقف اللي أنت بتشارك فيه 250 ريال ولا 900 ريال قد ما تشارك فيه أنت راح تستفيد بسبع أوقاف أخرى منها كفالة اليتيم. الآن حنا في شهر الخيرات شهر رمضان إفطار الصائمين سقيا الحجاج سداد ديون الغارمين أيضا القيام على المساكين الأرامل المطلقات. فهد فارع اسمع من كلمه الوقف. بس استشهد انا وكافل اليتيم كاتين. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه انا وكافل اليتيم كاتين. في الجنه كاتين واشار بالوسطى والسبابه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ايضا استغلوا كل يومكم في هالشهر الفضيل بالاعمال الصالحه. في نقطتين انا دائما انوه عنها. اقول في رمضان في عندك
وقتين ذهبيات، الوقت الأول بعد صلاة الفجر. في كل يوم ما يصبح في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما من يوم يصبح الناس فيه، أو معنى الحديث، إلا ينزل من السماء ملكين. واحد من الملائكة يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. الصباح قيل أنه اليوم، أنا سألت أحد المشايخ قلت هل هو مرتبط فقط بالصباح أو النهار كامل؟ قال أحسبه النهار كامل. فأنت من بعد صلاة الفجر، لا صليت الفجر، بديت يومك تقسم الأرزاق، خلك من الناس اللي يدعي لهم الملك اللهم أعطي كل منفق خلفا. هذا بديت صليت أنت الفجر وصايم وتصدقت في هالوقف. جاء وقت الفطور وانت قاعد على الفطور، قبل الفطور بدقائق قاعد تدعي، وش جمالها لما تختم صيامك صلاة واستغفار ودعاء، وأيضا بمشاركة في الوقف، ومو أي وقف، أم الأوقاف، يرعى سبع أوقاف تحته. قبل الفطور بدقائق دخلت وانت مقبل على ربك ومتصدق. الله سبحانه وتعالى يقول الصيام لي وأنا أجزيبه، فجمل صيامك خله أكثر جمال. حديثنا معكم عن الوقف، وأيضا ما ننسى الجمهور ترى لكم سهم من الوقف راح نسحبه آخر البرنامج بدون سؤال بدون أي شيء، راح نسحب من الهاشتاج، واللي بيفوز معنا آخر الفقرة بيفوز معنا بيدخل في سهم من الوقف. ويجزاكم أنتم المذكرين دائما، شكرا لكم. عندنا اتصالات جاهزة شباب. يا مرحبا يا نايف. هلا والله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وين يا نايف؟ من الدوادمي. يا مرحبا بأهل الدوادمي. يا مرحبا، مع أي فريق يا نايف؟ يا عبد الله الروقي. عبد الله الروقي، يا مرحبا، خط يا النار. مرحبا. السؤال جاهز يا شباب؟ السؤال يقول لك على قدر أهل العزم تأتي. يا نايف على قدر حلفت بالله مره تاتي العزائم معروف. اقول الجواب اللي عندي، اقول الجواب اللي عندي ولا لا؟ هو العزائم. تفضل. على قدر العزم تاتي العزائم. يا سلام. ولن اختلف في هذا الجواب نهائيا ابدا ابدا وكلا وتلا. طيب العزائم ايه نثبت عليها؟ ثبت. اخوان لاهين هو شعب فهد فارع ما شاء الله عليه، لما يتواجد في مكان يعرف انه قدر اهل العزم تاتي العزائم وما يجي لك. اذا جوابك نقول صحيح، الف مبروك. خط النار. سؤال الجمهور يا شباب، السؤال اللي يوصل عليه الدور انت دارس اجابته. فزت معنا عشان ناكد عليك بمتجر سره للبهارات بيننا قدام، ودخلت معنا ايضا على السحب السياره. طيب نبي نوجه سؤال الان للهاشتاج ونسحب. سألنا قبل شوي الهاشتاج ولا ما سألنا يا شباب؟ عبد الله ولا أبو عبد الله؟ من اللي يقول؟ طيب نبي نسحب الآن من الهاشتاج المنجنيق. طيب السؤال اللي قبل شوي وش كان جوابه؟ على قدر العزم تأتي العزائم. لا، حق جوجل، حق تويتر. إيه؟ اللي هو إيش؟ من هو الخليفة الذي أمر ببناء الجامع الأموي بدمشق؟ والله إن كلهم ونعم اللي ذكرت أساميهم، بس ماني متأكد. ماني متأكد. والله ماني متأكد. طيب. طبعاً اللي الإجابة الصحيحة هو الوليد بن عبد الملك. أيوه. اللي بنسحب الآن. طيب. رؤى تقول الوليد بن عبد الملك إجابتها صحيحة. مع من؟ هذا سؤال مهم، لكن وش رايك نقول هو مع من بعد ما نطرح السؤال حق الجمهور؟ سؤال الجمهور وش يقول؟ آلة استعملت قديما في الحروب. المنجنيق. المنجنيق. طيب يا جماعة يعني خلنا الموضوع يتفاعل شوي، في طائرة، في صاروخ، في المنجنيق يعني. طيب آلة استعملت قديما في الحروب، الشباب يقولون المنجنيق، انت تقول الطائرة. نعم. انا يعجبني جوك. انا اقول رؤى طبعا فازت معنا من متجر زماني للحلويات، متجر مميز ورائع، لكن هي كانت مع فريق شراك. جواب ان شاء الله عليك. قلبه دليله.
اذا الف الف مبروك للفريق النبلاء خط النار. يلا يعيشون النبلاء في كل مكان وزمان. معنا اتصال الان. مسفر شريفه. مسفر ابو رميده. مرحبا يا شريفه، من وين؟ هلا والله شريفه، من وين؟ ايوه الو. الو ايوه. من وين يا شريفه؟ من الجنوب. من الجنوب، يا مرحبا باهل الجنوب. مع اي فريق يا شريفه؟ زايد بن سابر الاعصار. خلنا نشوف عاد تاخذون النقاط الحين ولا لا؟ يا ربي. شريفة سؤالك جاهز على الشاشة. كان العرب قديما يطلقون على الذهب اسم. ناخذ فريق الموج وش يقولون اللي الجواب عندهم؟ نقود ذهبية. نقود ذهبية. نعم. أحسنت. نحن نقود ذهبية. أنا أحب الأشياء الرنانة. حلو. فعشان كذا الكنز الأصفر، بس أحب الأشياء الرنانة. أنا أقول الرنان. الرنان الرنان. لا يعني شوف عشانهم الإعصار قاعد. لا والله عشانهم الجمهور، لأن نحبهم كلنا وحنا إخوان أصلاً. لا بس هذا الجواب اللي طالع عنده هو، وهو صحيح. كلنا مصيرنا واحد هنا. شريفة. أنا نقول شريفة خليك معه. الرنان. مع الرنان. زايد يقول خليك مع الرنان، ايش تقولين؟ الرنان. ايوه الرنان. الرنان. تستاهلين، الف مبروك، فزتي معنا لانها اتصلت طبعا، فازت معنا من متجر اي الزد الرياضي ينظم موضوع. استاذ. لا الى الان، الى الان هي فازت معنا، لكن الشباب ما فازوا. ليه؟ لانه مو بالرنان. خطا. نقول لك الحين. فهي فازت معنا من تطبيق اي الزد الرياضي، برنامج غذائي ممكن في هالشهر الفضيل. وانتم ايضا خسرتوا معنا او كسبتوا معنا 300 نقطه تستاهلوا. الزعيزعي صار فيك يا سعيد. انا دي سبيك تنشر، ايش فيك الزعيزعي؟ انت تناديني ولا تنادي؟ انا اديك وابغى اسمع صوتك. انا ولا هو؟ انت. انا سعيد. والله انت اكتسحت موضوع الشيلات وبديت تشيل وبديت ترد. يلا زعيزعي. تناديك رغبة المقابل. كملها زعيزعي. ابشر. لا لا انا بهدي عادل. تفضل. بس عشان مايكك مو مسكر. حلو. لا شغال. تفضل. تناديك رغبة المقابل. جيت لك ان كل شيء ينحل تاب ولا بوله ما يفيد وينفع العذر مهما يحتوي وش تبي بالخطيرة لسلا عنك ودلا شفي معها فطوى صفحة الماضي طوي أنت رحت من اللعنة وجيت من الولا ارتفعت ونزلك واحد حلا قوي. يا سلام. سلام عليكم. أحسنت يا محمد، شكرا لك يا اخي. انا قدرت لك وتقطعها. شكرا. كل ما طلبت من واحد شيء اعطاني اياها، ما رديتوها في خاطري، فشكرا لكم. معنا اتصال. ريناد، من وين يا ريناد؟ من الرياض. من الرياض. مرحبا يا ريناد، مع اي فريق؟ مع احمد العوض. احمد العوض. خط النار. اعطوني على السريع يا شباب، خلونا خط النار. خط النار. ايوه خط النار. خط النار يا ريناد. أعطوني السؤال على الشاشة يا شباب. يقول السؤال يا ريناد، ما هو أول جبل نصب في الأرض؟ خط النار، وش تقولون الإجابة؟ مسفر. سؤال رقم 16. جبل ثور. جبل الثور.
الاخوان في الاعصار. ابي قبيس. ابي قبيس. الشباب هنا في الموج. احنا نقول الجبل الاحمر. الجبل الاحمر. نعم. شوفي يا رينان. قوليها بسرعه قوليها. نصيحه من شيء اسمه محمد. يلا. يا رينان. الجواب وشو؟ الجبل الاحمر. الجبل الاحمر. نثبت. وطلع. تأكدي من جوجل يا شو اسمه. نثبت يا رنان. الأحمر. باقي 18 ثانية. الأحمر صح. أطلع جوجل. أبي قويس متجعد. 10 ثواني. أطلع جوجل. ينديها إن شاء الله ينديها. 8. جوجل. جبل الثور. جبل الثور. نثبت على جبل الثور ها؟ إيه. أول شيء أنت فزتي معنا من متجر شميم. ودخلتي معنا السحب على السيارة فمبروك لك. أما الله. الشباب هنا أسأل الله أن تكون إجابته صحيحة. أحب أقول لكم قل شباب كنت روح حتى متحمسين معكم يقول نقول لهم لا ليه إجابتكم أو إجابتها هي كانت خاطئة. افتحي جوجل قلنا لك افتحي جوجل. اللي بعده اتصال اللي بعده على السريع. افتحي جوجل. علي جبل أبو قبيس. جبل إيش؟ أبو قبيس. طيب هي قالت أبو قبيس قبل شوي بس سمعتها. أنا سمعتها كذا بس جت جوجل. لا لا ما في نقاط ما في نقاط لكم يا فرق إلا بحق جوجل. وأنا بطالب الإعداد الآن أن يعطون أسئلة صعبة صعبة. صل على أسألك سؤال عادي. طب اسمح لي أعطني اتصال. طيب معي سؤال. عمر أم عمر يا مرحبا يا أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. من وين يا أم عمر؟ من القصيم بريدة. يا مرحبا بأهل القصيم. أم عمر هلا. مع أي فريق؟ مع فريق احمد العوار. او نعم احمد العوار. على راسي على راسي. عطنا السؤال على الشاشه على السريع على السريع. السؤال يقول يا ام عمر ساعدوني. ما عليه بيساعدونك. السؤال يقول من هو اول من استخدم الكحول في التطهير؟ الجواب عند خط النار. وش يقولون؟ اول شيء يا ام عمر خلي اللي عندك يخشون على جوجل هذا نقطه رقم واحد. الاجابه اللي عندي بس خلي يساعدوني. اعطني الاجابه من عندك. ابو بكر الرازي. ابو بكر الرازي والله. الشباب في الاعصار وش تقولون؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم. ابن العطار. ابن العطار عشان سنه عطار يعني حول السالفه قصدك. اذا ما تعرفين خشي جوجل. مكتوب عندك ابن العطار. ما اعرف الجواب صراحه. طيب وش تقولين يا ام عمر؟ الرازي. لو ما على جوالات ساعدناك. ابن العطار. ها ساعدها يا علي ساعدها يا اي اول حرف انا ما انا بساعد هي بتفوز معنا بس انتم لا يا اخي ساعدها هي لا قولي من العطار ما ساعد احد قولي من العطار قولي عطار قولي 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 ابن العطار ها قولي ابن العطار واذا ما فزنا جيب لنا عطر نثبت على ابن العطار يعني يا خمس ثواني ما معنى جوجل. طيب ام عمر انت اول شيء فزتي معنا من متجر القمه تستاهلي مبروك الف مبروك لك دخلتي معنا ايضا على السحب على اربع سيارات يعني اذا ما فزتي في اول سياره ان شاء الله على الثانيه الثالثه طيب. الرابعه انا اللي بوصلها لك لكن احب يعني ابارك وانا مستانس لاخواني في خط النار حرمانهم من 300 نقطه اجابه خاطئه الإجابة. أبو بكر الرازي. وش الإجابة؟ أبو بكر الرازي. طب صل على النبي. تسمح لي بكلمة. تفضل. أنا أقول كفو. تسمح لي بكلمة. حنا طال عمرك ندري إن الجمهور المتصل يهمه إنه يهدينا النقاط الله يبيض وجهه ومتعني هالوقت ومعطينا من وقته. اللي نطرح عليه السؤال وحنا ما حنا متأكدين من الإجابة يخش جوجل بسرعة يقول. أقول. علي. قول. قلنا أجيك تسمح لي. وضعتوها. تعال يا أحمد تفضل. انت تسال الجمهور انا هالمره بسال يكفي ثقتكم فينا بسالك سؤال اول شيء سلام عليك الله يمسيك بالخير سؤالي صباح النور صباح النور اسمع انت جايين هنا مقدم ولا محامي الاثنين انا ولد ابوي انا ولد بي ما في طب ما في طب يكفي خوله من وين يا خوله الو يا خوله الو ايوه السلام مرحبا يا خوله عليكم السلام ورحمه الله عليك السلام من وين يا خوله؟ من أملج من أملج يا مرحبا بأهل أملج أبشركم جاكم صوت أنا. يلا الموج سؤال خوله على الشاشة والله العظيم شباب حدي الحمد لله لك يا رب بجيك سؤال دلفين دلفين سؤالك يا خوله يقول ما هو أذكى الحيوانات المائية؟ الموج ايش تقولون الخوله؟ الجواب اللي عندنا القرش ونقول لا تختارينه
يلا يا علي. صح علي ما اخذ النقاط ترى من اول الحلقه. ها صار وش تقولون؟ الدلفين الدلفين. زعيز ايش عندك رايح هناك؟ والله ما زود عدد الشباب. احنا نقول زي ما قال اخونا عادل القرش. القرش وش تقولين يا خوله؟ الحوت ولا القرش ولا الدلفين؟ نقول اختار الدلفين. الدلفين الدلفين يرحم والديك. الدلفين جاوبت. ما تنجحت انا بحر الله ثبتي عند صح صح تكفي ابو فارع. الدلفين صوتي عيال الدلفين. ايه الدلفين جواب نهائي. شوفي جوجل. ايوه ايوه. طيب الف مبروك لها هي طبعا دخلت معنا في السحب وانتم اعتذر منكم يا فريق الموج اول نقاط تجيكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لك يا رب الحمد لله الحمد لله لك يا رب. متحمسين الشباب اول نقاط تجيهم من اول. وصلنا السؤال 21. طبعا فاز المتصل معنا والمتصله فازت معنا من متجر سره للبهارات فشكرا لهم شريك النجاح. معنا الان شوق. مرحبا يا شوق من وين؟ من الطايف. من الطايف مع اي فريق يا شوق؟ الاعصار. زعيزعي ما شاء الله اليوم مع كل الفرق. اعطوني سؤال. اعطوني السؤال على الشاشه شباب. خلاص خلاص شوق خلاص. السؤال يقول لك كم عدد الجيوب الانفيه في الانسان؟ من اللي يعاني منكم من جيوب انفيه؟ انت. ايوه كم عدد الجيوب الانفيه؟ 8. انا عاني. 8. الله يكرمك خليني اجاوب. علي علي جاوبت جاوبت خلاص. ادري عنك. انا الجيوب الانفيه والصلاه. تقول 10 8 9. 8. 8. جواب نهائي. 8. ثمانية. طيب عموما شكرا لك. ثمانية. المتصلة فازت معنا ابشركم. من متجر زماني للحلويات. اقلب اقلب يشوف. تأكد منها. ودخلت معنا على السحب على السيارة. لكن. لا. لكن. عموما فازت معنا وتستاهل النقاط انتم. ايوه. ما في اي حماس كذا يا علي عطنا اياها على طول فازت معنا. انا اشوف انا مستغرب الزعيزعي قام يتنطط مع كل فريق ما ادري هو مع اي فريق الان. انت تغطي عن اخوياك اللي راحوا. الروح يا علي حماس. انا اعتبر نفسي فهد مطيري ومصوت وليد قشران. ما شاء الله عليك ثلاثه في واحد يعني. طيب معنا اتصال ولا نسحب من الهاشتاج؟ نسحب من الهاشتاج. لا 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 شباب 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 خلاص الرجال جاي يفزع لاخوياه. وش الدكتور البصمه ذا؟ اهرني اهرني. يلا الهاشتاج توقعون الان مع اي فريق يا شباب؟ الله اعلم. ان شاء الله نحضر خط النار. ان شاء الله كانت من جنيق صح؟ يا رب تجيكم من جنيق والاعصار. يا رب خط النار يا رب. طيب يلا يا رب الموج. انا قال والله ما شاء الله الهاشتاج مولع باذن الله. خط النار انا قال خط النار بتجي الموج باذن الله. الاعصار يا رب تشركها يا رب الموج. النجلة تقول المنجنيق. دنفوس الموج يعني؟ دقيقة خلنا نصور الشاشة قبل أن ننسى. الإعصار. الموج ولا المذلة؟ الموج ولا المذلة؟ نجلة فازت معنا من متجر أو تطبيق إيه الزد الزيادي الزيادي إيه الزد الرياضي. برنامج غذائي جميل. وأيضا أنا مقتل. هي كانت تبع فريق الإعصار. ها كل يوم يا ابو عبد الله. كل يوم هم امس لنا. لا لا انا امس بال90 ويوم بال90 وجي يوم الجمعه في المحكمه. والله ما كحل جميعا. عاد انت محامي مخضرم ما شاء الله. والله تبطي ان شاء الله. طيب والله الجمعه ذي تبطي وليتك والله تحتمي اخوياك. انا والله اقول هو طولها والله يا اخوياك ما سووا شيء الا هم دارسينه. كفو. في اتصال جاهز؟ قسم بالله ان اقهرهم لك. معنا اتصال يا شباب. كم باقي اتصال معنا يا شباب؟ في الكنترول اخر اتصال. يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟ والله بخير ونعم الله. من وين تكلمنا يا محمد؟ من محافظه بدر. يا مرحبا باهل بدر. محمد معي فريق؟ مع فريق وليد الزهراني الذهبي. خط النار. طيب يا محمد. لا لا احنا
كيف اجواء رمضان عندكم في محافظه بدر؟ الاسنان كم عدد؟ ما شاء الله تبارك الله جميله والله. 30 40 50. طيب يا محمد اعطوني سؤال على الشاشه يا شباب. السؤال يقول يا محمد كم عدد اسنان القط؟ ناخذ الجواب من عند الموج، شو تقولون؟ عدد اسنان القط 50. 50 عندكم؟ ايه. وانتم تقول 50؟ والله ما نعلم صراحه. طيب الاعصار. والشباب بدر 40. الشباب يقول 30 وخش جوجل اذا ما انت متاكد. لا انا متاكد 30. خلاص 30 في ذمة علي. 30 30 علي عاد. طيب اوكي 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 محمد على ما تعطينا جواب كم عدد اسنان الانسان؟ 32. 32 30 30 احسنت يا محمد وربحت معنا بالسيارة. عدها عدها توجد صح عليك. متاكد الرجال والله لو انه بعد جواب نهائي. دقيقة دقيقة في مذيع هو اللي يقول هو اخر سالك. شوف شوف اثنين سيارتين. شوف طبعا محمد بيفوز معنا من متجر علي 50 يعني. من متجر القمة للعود والزعفران. امس جات 30 تمام امس جات هي 30 متاكد امس جات اكيد. طيب او انتهى الان 30 ما حتكلم. 50 طبعا كل المتصلين اتصلوا معنا وشاركوا فازوا من المتاجر الرعاه معنا وايضا يدخلون معنا في السحب السياره. لكن احب اقول لكم انه جوابه الاخير هذا في انت قلت كم لا علي علي, علي, علي والله لا اعطيك الصالون حق والله انا عليك قضيه عندك انا على ذمتي انا على ذمتي ارفع عليك قضيه. ها جوابه خطا وما تاخذون النقاط لان خطا 50 انا اللي دخلت السياره. يلا صح جواب 40 40 سنت لل يا اخي كذا امس 30. اللهم صل على محمد. صح والله يمكنها بس طيب طاح سنونه يمكنها بس متسوسه سنونه. لا لا امس 30 يعني اللمس جايبين لنا متسوسه سنونه ماذا امس ولا اليوم جايبين 40 سنت على جرازي ولا ركب ابتسامه هوليود. طيب بالله انك صادق ايش رايك؟ والله 40 40 40 فعلا انت ما ادري كيف تحمست انا استغربت. خلاص 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 امس جاكم السؤال اللي اعطاك 100 غلط. طلع برا طلع برا معليش محمد. طيب يلا يلا معليش محمد. لا محمد فاز معنا محمد عند المحكمه برا. طيب يا شباب نبي نسحب الان من الهاشتاج لسهم الوقف تمام. يلا يلا طيب قولوا لي زايد اجلس وقولوا لي ستوب. مسفر مسفر ايش فيك؟ قل لي ستوب. قل لي ستوب يا مسفر. يلا روح. قل لي ستوب يا مسفر. ستوب. بنو 67 اندرسكور 1 فازت معنا بسهم من الوقف. استاهل. 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 اول شيء شكرا لجمهورنا العزيز اللي تابعنا واستحملنا ضحكنا وسمعنا اصواتكم. نلتقيكم ان شاء الله في حلقات الغد. إلى ذاك الوقت نستودعكم الله. إلى اللقاء. جينا نرسم الابتسامة نضحك بوجه الزمان. الولا والشوق جينا والفرح عم